حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه. أعلنت اللجنة عن بداية وعن انطلاقة صوتنا الثالث خصص للجعدان المحليات الأصايل، ما شاء الله صوت لا يقل له أهمية عن بقية الأشواط. صوتنا الأول بنقول الرئيس للجعدان المحليات لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل شوط، يعني لا تحدث عنه كثيرا، إنما شوط بالحقيقة له طعم مميز، طعم مميز وهديرا على هناك على ستنج رقم واحد. أسير إلى مقدمة الشوط ليشتاق ليبحث هنا في ساحة هذا الميدان، ساحة ميدان الضي الطي أيها الإخوة، لقبناها بساحة المعارك المميزة هناك عند اللحظات الأخيرة. شاهين في المركز الأول لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حمد بن راشد من خديرة، النقلة هناك على شاهين أيضا في ثاني مراكز لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم، ثالث المراكز صوروان كلها تعود ملكية سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم. خلاف بن مطر بن علوان هو من يقدم هذه السلالة وهذه الشعارات على أول وثالث المراكز. النقلة على المركز الرابع حملول علي بن سيف الكعبي، يلا يا ابو سيف جماهيرك تطالب في هذا العام تطالبك بالكثير، بينما اللي في المركز الخامس والسادس والسابع كلهن تعود ملكيته لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، ما شاء الله. النقلة على ثامن المراكز اللي في المركز ثامن شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حمد بن راشد بن خدير، تاسع المراكز هناك من التواجد معنا سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد، وفي المركز العاشر الله يا المركز العاشر شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومع الشاب المميز محمد بن عبد الله بن صبيح، ما شاء الله. 10 مراكز ايها الاخوه في نداءه الاول، ولكن سوف اذكركم هناك خلف المراكز العشر ايضا اسامي لان عند دخولها شعارات أراها بالعين المجردة هنا من على قرب في عربة النقل لن يحن دخولها، وهناك سوف نتذكر عند الموعد الرسمي. غير هملول سيطر هملول أحد الأسامي في العام الماضي مسجلة الكثير والكثير من الإنجازات، وفي هذا العام إن شاء الله سوف تسجل ما شاء الله يا هملول. لعلي بن سيف الكعبي أيضا المسيطر الدائم والمعروف بهذا الشعار. النقلة هناك على المركز الثاني شاهين ثاني وثالث المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حمد بن راشد بن غدير صوغان على هابع المراكز لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم، خلف بن مطر بن علوان ايضا هناك شاهين على خامس المراكز ما شاء الله، ايضا نفس الشعار نفس المضمر. انتقل وياكم من المركز السات اللي في المركز السات هناك من الجانب الثاني ظبيان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميدي شاهين على سابع المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وحمد بن راشد بن خدير ثامن المراكز من يتواجد مياس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري ايضا تاسع المراكز هناك من الجانب الثاني اللي هو سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز العاشر لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم شاهين ومحمد بن سعيد بن حلوه الاشتبي. ها هي النتيجه ايها الاخوه، هكذا هي النتيجه. الله الشوط من الان بدا يهر بدا يهجر نفسه بدا يولع ما شاء الله. 1400 يا جماعه بعد الشوط باقي تقريبا عن النهايه 1400، ولكن الجعدان الروحن في كوكبه عالميه في جو عالمي مميز ما شاء الله. ثنائي على المركز الاول شاهين مسيطر على المركز الاول وثاني المراكز بنفس الشعار نفس الاداء ايها الاخوه، نفس تقريبا الكوكبه الاتيه هناك من هذه المحميه العريقه باحثه عن النقطه الثالثه اول وثاني وثالث المراكز ما شاء الله. هملول ياتي رابعا لعلي بن سيف
بن محمد الكعبي صوغان على المركز الخامس، هو صوغان اللي يسموه الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم خلف بن مطر مع علوان. وصل 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 شاهين، وصل شاهين مع بن حلوة اللي يسموه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة، النقله على المركز الخامس. أرعد ودهن الرعد عبد الله بن هلال بن ابراهيم، بينما اللي في سادس المراكز الكايد وكاد الكايد مع سعيد بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي. مرحبا بهذه الشعارات الجميله والمميزه. اسير اسير الى القطار العاصفي، اسير الى القطار العاصفي. الراحل على الدرجه رقم واحد، رقم واحد الدرجه هناك بسلسله هذا الناموس. شاهين مع شاهين، شاهين وشاهين اسرع دائما من هذه الشواهين الطائره على الجو، ولكن طائرات الارض ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا المال الكريم وعلى هذا الانجاز المميز. والنقطة الثالثة هنا باسم الجعدان، المحليات الاصايل هل سوف تذهب للعاصفة ولا هناك راي اخر؟ ايها الاخوة ما شاء الله تبارك الرحمن وصل رعد، دن الرعد مع اللحظات الاخيرة، دن الرعد لعبد الله بن هلال بابراهيم ما شاء الله ينتقل من موقع الى موقع على ثاني المراكز يتسلل. ولكن شاهين، شاهين سلام لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن غديه للشبي. ها هي لحظات صراط النهايه، معلن الفوز والناموس المركز الثاني والثالث عند اللجنه، رابع المراكز والمركز الخامس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا والناموس وسلام سلام سلام للمرة الثالثة للمقام السامي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهاني موصولة للسيد حمد بن راشد بن غدير التبي. توقيت هنا الجميل والمميز 6 دقائق 16 ثانية 27 جزء الثاني. تهانينا والناموس.